لدى حضور سموه للاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما يجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة علاقات أخوة وثيقة أكبر وأشمل من أن تصفها أي كلمات، فهي علاقات ذات أبعاد تاريخية ترسخت عبر السنين وازدادت قوة في ظل حرص قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين على تقوية دعائمها. وقال سموه إن احتفال دولة الكويت الشقيقة باليوم الوطني هو مناسبة عزيزة وغالية على نفوسنا جميعا، وإننا نحرص على مشاركة الأشقاء هذا اليوم لنؤكد أن أفراحهم أفراحنا وأعيادهم أعيادنا، فما يربطنا بهم أواصر من القربة والنسب أرسى قواعدها الأجداد والآباء، وإننا على ذات النهج سائرون. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل مساء أمس بحضور الحفل الذي أقامته السفارة الكويتية بالمملكة بمناسبة الذكرى 55 لليوم الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير 25، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة والإعلام. وبهذه المناسبة أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن أصدق التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وإلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، وإلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب الكويت الشقيق بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا سموه لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا المزيد من الرفاهية والازدهار. وأشاد سموه بما تشهد دولة الكويت الشقيقة من نهضة وتقدم في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي استطاع أن يرسي دعائم وطن مزدهر وعصري على كافة المستويات. وأكد سموه أن العلاقات بين البحرين والكويت تشكل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، مستذكرا سموه بكل تقدير واعتزاز مواقف دولة الكويت الشقيقة وقيادتها الحكيمة الداعمة لمملكة البحرين في مختلف الظروف. من جانبه أعرب سعادة الشيخ عزام المبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريف سموه للاحتفال بما يجسد ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط قوية ومتينة. وأشاد بما يليه سموه من حرص واهتمام بكل ما من شأنه تطوير العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، ودعم سموه المتواصل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالا يحتذى في العلاقات بين الأشقاء الذين تجمعهم روح الأسرة الواحدة.
يا شاي الغلا الكويت من زود المحبة والطيب، تتعنى لها بالشهر الخير وتواصل البعيد والقريب، في كل مناسبة تنورنا عسى نورك ما يضيء، تكتم الأعياد الكويت والبحرين بوجودك تزين وتطيب، عساك ذخر البحرين يا عضيد صباح وللخليج حبيب، تسلم لنا يا خليفة لدعوتنا تلبي وتستجيب، خليفة البحرين خليفة الشعب منا خايبشر بعزة وما يخيب، وأقولها لك مرة ومرتين البحرين بخير دام راسك يشم الهواء وكلمتك دائم تصير. آمين.